على هدف فتحت البوابات لتندفع على بركة الله الجياد العربية الأصيلة تكافؤا من 50 إلى 90 متنافسة على مسافة 1600 متر مسافة الميل. الانطلاقة تبدأ مع كاتبة الخالدية في المركز الأول بقيادة طارق المنصور في هذه الأثناء من المسار الخارجي. أربي أوليال بقيادة نواف المضياني تتقدم الآن للمركز الأول فيما كاتبة الخالدية، المركز الثاني منير، المركز الثالث وأيضا كبار الجاسر المركز الرابع، وهناك لدينا من المسار الخارجي تلعاء الخالدية في المركز الخامس، وإلى جوارها على ما يبدو الماسة البحر وأيضا بقية الأسماء المتنافسة في هذا الشوط. متابعين الكرام التقدم يأتي لمنير، تتقدم الآن ابنة تيف البحر للمركز الأول، والحضور القادم من أربي أوليال تراجع بسيط، وأيضا حضور لكبار الجاسر في هذه المنافسة في هذه الأمسية. متابعينا تلعاء الخالدية تحاول في المركز الرابع، بينما هنا منير ما شاء الله تبارك الله تتقدم وبعدد كبير من الأطوال ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور وهذه المنافسة من منافسات الشوط العاشر على مسافة الميل. هناك قدوم من الماسة البحر، ربما تدرك الماسة البحر، بينما التمسك من منير في الأمتار الأخيرة إلى خط النهاية أولا لتسجيل هذا الانتصار ما شاء الله تبارك الله. منير من نسل إيف البحر عليهم سلامة بشعر محمد ياد البني وقيادة